من الجناح أجمل المنتخب الألماني لعب دائرتين مباشرة فاين هول بول دروكستار الكرة تدخل الكرة لا تدخل وكاتونغا يا كاتونغا يا كاتونغا دفاع رائع للمنتخب المصري حذري من الدائرة التسديدة بعيدة الحجز في الجهة اليسرى لعب مع الدائرة وكاتونغا شرب بلعبة سلبية سيسدد والقائم الأول القائم لعبها طلع الكرة مباشرة في المرمى يدخل معول ورايع التمرير الدفاع ستيفان فاينهولد كاتونغا على مراته في الجهة اليسرى محل تسديد كاتونغا والكرة تعود للمنتخب ستيفان فاينهولد وكاتونغا